بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه انطلق شوط جديد بقول من انطلاقات الخير والبركة. شوطنا الرابع خصص الجعدان، نتمنى التوفيق والناموس للأخوة المشاركين والمتابعين لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. شوطنا الرابع مع الجعدان، واذهب هناك إلى المركز الأول المفقر لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد الحميري، زعفران في المركز الثاني، وهناك أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي، وفي المركز الثالث شعار أيضا جميل مميز مع شاهين الحرب الراشد بن خادم بن راشد المهيري، وفي المركز الرابع أرى هناك من الجانب الثاني سمهوي حمدان بن مبارك بن عيسى المطيعي، وخامس المراكز أيضا ضاري محمد بن أحمد بن سعيد بن رفيعة، وسادس المراكز أيضا وصل مطنوخ راشد بن محمد بن راشد اجتبي، وفي المركز السابع هناك من الجانب الآخر ضاري على ما أظن، ولا هناك شعار القبيسي، شعار القبيسي، شعار القبيسي حاضر ومتابع أنا لكل هذه الانطلاقات. بس شوي 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 أخرني شوي أخرني، بشوف رقبة هناك مكلف لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد مختار أحمد في التضمير، وفي المركز الثامن لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن حزين مع الحذر، وتاسع المركز شاهين أيضا المركز العاشر شاهين حجني ند الشباء سالم بن سعيد في التضمير. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا، هكذا كان العنوان، هكذا كان الوصف التفصيلي ما شاء الله لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. أبروبلم ما شاء الله، الانطلاق ممتاز موفق حتى هذه اللحظات، هدوء دائما يسبق القوة يسبق العاصفة في هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. يا سلام يا سلام، المفقر في المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، أحد شبابنا أحد كباتن هذه الرياضة سعيد بن عبيد الحميري مسيطر بمطر هناك على هذه الانطلاقات، زعفران من الجانب الآخر أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي، وفي المركز الثالث هناك لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد مضمر مكلف ما شاء الله مختار بن أحمد، ورابع المراكز أيضا وصل شعار الحر بن راشد بن خادم بن راشد المهيري مع شاهين، وفي المركز الخامس أيضا هنا سمهوي حمدان بن مبارك بن عيسى المطيوعي، وسادس المراكز أشوف مطروخ راشد بن محمد بن راشد اجتبي، وأيضا هناك المركز السابع حضور جميل ومميز ما شاء الله مع الحذر لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد محمد بن حزيم، وفي المركز الثامن والتاسع شاهين ما شاء الله تبارك الرحمن هجن الدسبة أيضا سالم بن سعيد في التضمير. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، هكذا كان الوصف التفصيلي للمركز العاشر مبلش لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد أيضا مختار. يلا يا جماعة اللي بالناموس يقترب من هذا الحدث، اللي بالناموس يقترب من هذا الحدث الجميل، هذا الحدث المميز، اللحظات المميزة هنا مع هذا الانطلاق المفقر اللي ما زال مسيطر، اللي ما زال صامد، اللي ما زال متمسك بزمام الأمور حتى هذه اللحظات. الله لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز الثاني الحذر في المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد محمد بن حزيم أيضا حاضر، وفي المركز الرابع هناك مكلف لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد مختار أحمد في التضمير، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس ولا الرابع هناك شاهين هجنة الشباء سالم سعيد، وفي المركز الخامس أيضا أشوف اللي وصل مبلش بيبلشنا مبلش في اللحظات الأخيرة هنا في التعيق ما شاء الله. كوكبة جميلة، كوكبة مميزة، تحمل أسامي مميزة عريقة هنا مع هذا الانطلاق، ولكن مبلش اللي غير على الصدارة رغم محاولة سلهوث عودته إلى المركز الأول، ولكن مبلش قلت لكم
قلت لكم مبلش عنده علوم، عنده علوم الله. للمرة الثالثة أظني يا مختار، المرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ما يسدنك اليوم في مبلش وخوانا، ما يسدنك. يا سلام العصاب دن، العصاب لعه في جرته، تنبه شوي، تنبه بدن الله بكلام وعشوي تدقديق، ولكن الناموس المرة الثالثة، للمرة الثالثة إلى المتينة، إلى الغربية، إلى الغربية. تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد، شكرا مختار بن أحمد في عملية هذا التضمير الجميل، هذا الأداء المميز، هاي لحظات الصورة، خط النهاية معلن الفوز والناموس. وسلام سلام 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 سلام. مبلش المركز الثاني شاهين هجن نادي الشباب، المركز الثالث هناك لهجن نادي الشباب ايضا، المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان براشد مكتوم، المركز الخامس سمو الشيخ سعيد بن حمدان براشد مكتوم. 6 دقائق توقيتنا، 4 ثواني 66 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.